واجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإقامة حزام شجري حول المناطق التي تتعرض للرياح المحملة بالأتربة والرمال مع مراعاة التنسيق العام لإبراز المظهر الجمالي للعاصمة الإدارية الجديدة كما واجه مدبولي بأن يتم الإسراع من أعمال اللانسكيب والمساحات الجمالية في مختلف مناطق العاصمة الجديدة جاء ذلك خلال الجولة التفاقدية التي قام بها لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استهلها رئيس الوزراء بعقد اجتماع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع المسؤولين المرافقين، حيث أشار مدبولي إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجداول المخطط لها، سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة. أو التوقيتات الزمنية وكذلك معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع وهو ما يتطلب تكتيف الجهود وعقب الاجتماع استكمل رئيس الوزراء الجولة التفقدية في الحي الحكومية مؤكدا ضرورة التواجد الفعلي لمسؤولي الوزارات في المقار المختلفة لوزارتهم لمتابعة سير العمل والتشغيل التجريبي للمقار الحكومية والاطمئنان على جاهزيتها كما تعرف مدبولي على الموقف التنفيذي لشبكات المياه والري والصرف الصحي وشبكات صرف الامطار وشبكات اعمال الكهرباء وكذلك الموقف التنفيذي لكل من منظومه الطاقه الشمسيه والمحمول ومنظومه الصوتيات والمرئيات